إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، وعلى بركة الله وبه نستعين، نبدأ بهذا الدرس الجديد في أصول الفقه، حيث سنذكر في هذه الدورة بعض المسائل المهمة في أصول الفقه التي يحتاجها طالب العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على ذكرها واستكمالها واستمرار هذه الدورة حتى ننتهي منها كاملة بإذن الله تعالى. ومن المعلوم أن طالب العلم ينبغي أن يهتم بأصول الفقه وأن يهتم بالأصول، فإن الإنسان إذا حرم الأصول حرم الوصول. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في منظومته، يقول: العلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد والأصول فمن تفت يحرم الوصول. فنبدأ بالدرس الأول على بركة الله. وأصول الفقه أيها الإخوة مكون من كلمتين، أصول وفقه، فنعرف كل كلمة لوحدها ثم نعرف أصول الفقه كعلم على هذا الفن. كلمة أصول، أصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا كالأساس للسقف والجدار، أو عقليا كابتناء الحكم على دليل. فما بني عليه غيره فهو أصل. فأصل الشجرة هو طرفها الثابت في الأرض، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأصل الجدار أساسه المستتر في الأرض المبني عليه الجدار. ويطلق أيها الإخوة الأصل على إطلاقات أخرى يذكرها العلماء، فيطلق على الدليل، كقولنا: أصل وجوب الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ومنها القاعدة المستمرة، كقولنا: إباحة الميت للمضطر على خلاف الأصل. ومنها المقيس عليه، وهذا في باب القياس سيأتينا إن شاء الله، حيث أن الأصل أحد أركان القياس. وأما كلمة فقه، فالفقه في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى: يفقه قولي، أي يفهم قولي. ومنه قوله تعالى: وقالوا يا شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فقولنا معرفة يشمل العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمي وبعضه ظني، ولهذا فإن مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها العلم غالبها ظني وليست بعلمية، ولو كانت علمية لم اختلفوا فيها، لكنها غالبها ظني. فالمعرفة أيضا تطلق على العلم والظن كما في كثير من مسائل الفقه. طيب، قولنا معرفة. مثال: الصلاة الخمس، هذا علم. مثلا معرفة أن الوتر سنة على مذهب الجمهور، وإلا الحنفية يقولون واجب، هذا ظن. معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية المراد الأحكام المتلقاة من الشرع، خرج بذلك الأحكام العقلية، كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، وكمعرفة أن الواحد نصف الاثنين، وخرج كذلك الأحكام الحسية، كمعرفة أن النار حارة، والأحكام العادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق. وقولنا معرفة الأحكام الشرعية العملية، العملية ما المراد بالعملية؟ الصلاة، الأحكام العملية كالصلاة والحج والبيوع والطلاق إلى آخره. فماذا نخرج؟ نخرج الأحكام العقدية والتوحيد، فهذه لا تسمى فقها بالاصطلاح، وإلا هي الفقه الأكبر،
الفقه الأكبر. فما لا يتعلق بالاعتقاد هذا ليس بفقه على حسب الاصطلاح، وإلا بلا شك علم التوحيد وعلم الاعتقاد هو الفقه الأكبر، لكن اصطلاحا لا يدخل في الفقه. طيب، وقولنا الشرعية بأدلتها التفصيلية احترازا من أصول الفقه، لأن البحث في أصول الفقه في أدلة الفقه الإجمالية، أما الفقه فهو بحث في الفقه التفصيلية، أدلة الفقه التفصيلية. الصلاة واجبة لقوله تعالى وأقيم الصلاة. مثال آخر، قراءة الفاتحة ركن لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما أصول الفقه كما سيأتينا فهو بحث في الأدلة العامة كالخاص والعام والمطلق والمقيد. وقولنا بأدلتها نستفيد أن المقلد ليس مجتهدا، لأنه لا يعرف الأحكام بأدلتها، لأنه فقط يكرر الأحكام ويقلد عالما من العلماء. هذا تعريف الفقه في الاصطلاح. أما الفقه عند السلف هو أن يرد به مطلق العلم والمعرفة بالله تبارك وتعالى، لكن نحن نتكلم عن الفقه الاصطلاحي، وإلا الفقه في السلف في تعريف السلف مطلق المعرفة بالله تبارك وتعالى. ولذلك يقول السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، يقول والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان، فإن الدين يشمل الثلاثة كلها. الآن نعرف علم أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن. أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فقولنا يبحث في أدلة الفقه الإجمالية خرج به الفقه، لأن الفقه يبحث عن الأدلة التفصيلية، أما الأصول فيبحث في العام والخاص والمطلق والقيد كما سيمر معنا إن شاء الله. وقولنا كيفية الاستفادة منها، يعني كيف يستفيد من أدلة الفقه، يعني علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة، تخصيص عام، تقييد مطلق، جمع بين النصوص المتعارضة وغيرها. العام يجب العمل بعمومه، إذا دخله تخصيص فإنه يخصص. فمثلا نهى عن الصلاة بعد العصر، في حديث تنهى عن الصلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، نقول هذا عام لا يستثنى أو خصص بالفريضة، فمن فاتته فريضة فإنه يصليه حتى في وقت النهي، وهكذا. وقولنا حال المستفيد وهو المجتهد. المستفيد من هو؟ المجتهد. فالمجتهد من هو؟ له شروط وضوابط سيذكرها العلماء. الأحكام الشرعية، وهذا مبحث مهم. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع، أو هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير الوضع. وهذا التعريف هو قول جمهور الأصوليين. فقولنا خطاب، خطاب الله. الخطاب هو توجيه اللفظ المطلوب إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه. فقولنا خطاب الله، إضافة الخطاب إلى الله أخرج خطاب غيره من الإنس والجن والملائكة، فإن خطاباتهم لا تسمى حكما، فإنه لا حكم إلا لله. فجميع الأحكام منين؟ جميع الأحكام من الله عز وجل. طيب، والرسول؟ نقول الرسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى. وقولنا المتعلق بأفعال المكلفين أي ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، فكل ما صدر من المكلف من فعل أو قول أو اعتقاد وتتعلق به قدرتهم، هذا معنى المتعلق بأفعال المكلفين. أفعال الجوارح كالصلاة الصيام، أفعال اللسان، أفعال القلوب، نعم، المتعلق بأفعال المكلفين. والمكلف هو البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب ولم يحل دون تكليفه حائل. وقولنا المتعلق بأفعال المكلفين
خرج الخطابات الواردة من الله التي لا تتعلق بفعل المكلف، مثل الخطاب المتعلق بذاته سبحانه وتعالى كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكالخطاب المتعلق بالجمادات كقوله تعالى ويوم نسير الجبال، وكالخطاب المتعلق بالحيوانات كقوله تعالى يا جبال أوّبي معه. وقولنا من طلب أو تخيير أو وضع، من طلب يدخل فيه الأمر والنهي، فالأمر طلب فعل ولا لا؟ لما أقول مثلا صل صم فالصلاة والصيام طلب فعل، والنهي طلب، طلب ماذا؟ طلب ترك، حينما أقول لا تغتاب هذا طلب، طلب بماذا؟ طلب بترك الغيبة. أو تخيير أو المباح، كالمباح مخير به، مخير بفعله الإنسان إذا كان لذاته كما سيأتينا إن شاء الله. وقولنا أو وضع، المراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلقاء والإلغاء. هناك أشياء أيها الإخوة من الأحكام الشرعية، هناك شروط وموانع، وهناك أشياء صحيحة وأشياء فاسدة، هذه تسمى أحكام وضعية، يعني هي علامات وأوصاف وضعها الشارع دالة على الإلغاء أو النفوذ. فالحكم الشرعي يشمل ذلك. فمثلا رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة، فماذا نقول؟ نقول هذا بيع فاسد ويجب أن يلغى، فالفساد جعله الشارع علامة على الإلغاء. مثال آخر، رجل حج وهو مجنون فلا يصح حجه، باطل، إذن هو ملغى. رجل جامع قبل التحلل الأول فحجه فاسد فهو إذن لاغ، طبعا لكن يلزمه إتمامه عقوبة له ثم يقضيه من العام القادم. والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، تكليفية ووضعية. سنبدأ بالأحكام التكليفية، ثم بعد ما ننتهي من الأحكام التكليفية نبدأ بالأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية أيها الأخوة دائما نسمع هذا الأمر تجري فيه الأحكام التكليفية الخمس، المراد بها الواجب والمندوب اللي هو السنة، والمحرم، والمكروه، والمباح. هذه نسميها الأحكام التكليفية الخمسة، ودائما تمر معنا بالفقه. نقول مثلا النكاح تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، الطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، الوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة. فمثلا النكاح تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، يكون واجب متى؟ إذا خاف الزنا بتركه. مثلا يكون سنة وهو الأصل، الأصل في النكاح أنه سنة. يكون مكروه، فقير لا شهوة له. يكون مباح، غني لا شهوة له. يكون حرام إذا كان بدار حرب. طيب الأحكام التكليفية، أولا الواجب، أولا تعريفه لغة هو الساقط، كما قال تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض، لأن الإبل تذبح وهي قائمة، فإذا ذبحت سقطت، إذن لغة الساقط. واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. فقولنا ما أمر به الشارع، الشارع هو الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فقولنا ما أمر به الشارع يدخل فيه المندوب الذي هو المسنون، لأن المندوب مأمور به ويخرج به المحرم والمكروه والمباح، فهذه الثلاثة غير مأمور بها. وقولنا على وجه الإلزام يخرج ماذا؟ يخرج المندوب لأنه مأمور به لكن ليس على وجه الإلزام. ثانيا حكمه، يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، هذا حكمه. فقولنا يثاب فاعله امتثالا، سؤال لماذا قلنا امتثالا؟ نقول قلنا امتثالا لأنه إن فعله لا امتثالا للأمر فلا ثواب له. فلو أن إنسانا فعل فعلا وعقب هذا العمل قال له الناس إن هذا الفعل واجب عليك، فهل يثاب؟ لا يثاب، لم ينوي، لم يفعله امتثالا. ومعنى امتثالا أي امتثال لأمر الشرع به، وأن يفعله على وجه القربة والطاعة.
وكمن اغتسل يوم الجمعة قبل الصلاة بقصد التنظف والتبرد لا بنية العبادة فلا يثاب على ذلك. وقولنا يستحق العقاب تاركه، لماذا لم نقل يعاقب؟ لماذا قلنا يستحق؟ نقول لأن من الجائز أن الله قد يعفو عنه، فهو مستحق للعباد لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب. ثالثا، الواجب أفضل من المندوب وأكثر أجرا من المندوب، هذا واضح مما يدل على فضله أن الله عز وجل أوجبه على كل شخص بعينه. وأيضا جاء في الحديث القدسي قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. رابعا، يسمى فريضة ويسمى واجبا وحتما ولازما. فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الواجب بمعنى الفرض، وأن الفرض والواجب بمعنى واحد، لأن بعض العلماء وهم الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب. يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب بخلاف ذلك، لكن الراجح مذهب جمهور العلماء وأن الفرض والواجب بمعنى واحد، وكذلك الحتم واللازم. خامسا، صيغ الوجوب، يعني ما هي الصيغ التي إذا جاءت نعرف أن هذا الأمر للوجوب. أولا، فعل الأمر كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ثانيا، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر كقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، وكقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ثالثا، التصريح من الشارع بلفظ الأمر كقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. رابعا، التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرض أو الكتب كقوله تعالى: فريضة من الله، وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كقوله: كتب عليكم القصاص، وكقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله. خامسا، كل أسلوب يفيد الوجوب في لغة العرب كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سادسا، الوعيد على الترك، إذا جاء الوعيد على ترك هذا الشيء فهذا يدل على وجوبه كقوله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سائرا، فهذا يدل على وجوب الإيمان لأنه هدد وتوعد على من ترك الإيمان. وكقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المبحث الخامس، الواجب ينقسم إلى تقسيمات. أولا، ينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى قسمين: القسم الأول الواجب العيني، القسم الثاني الواجب الكفائي. القسم الأول الواجب العيني، وهو ما يتحتم أداؤه على كل مكلف بعينه، أو يقال ما طلب حصوله من كل واحد من المكلفين، من عين كل واحد من المكلفين. فالواجب العيني الشارع ينظر به إلى ذات الفاعل، لأن كل شخص تلزمه طاعة الله وعبودية الله بعينه، ملزم بطاعة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها. إذن الواجب العيني الشارع ينظر إلى ذات الفاعل. الواجب الكفائي هو ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين لا من كل فرد منهم، أو يقال في تعريفه: إذا قام به البعض سقط الإثم عن البقي. ففي الفرض الكفائي الواجب الكفائي الشارع ينظر فيه إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله كدفن الميت، فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو يغسله، إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر، وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن أو الغسل مثلا. وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة: تغسل الميت، تكفين الميت، رد السلام، والجهاد في سبيل الله. إذن القصد من الفعل الكفائي هو وقوع الفعل نفسه لما يترتب عليه من جلب مصلحة أو دفع مفسدة بقطع النظر عمن يقع منه.
هذا أيها الأخوة نكتفي، وهناك بعض المباحث أيضا بالواجب، لكن أكتفي بهذه، وستكون مراجعة إن شاء الله أولا بأول، والحمد لله الأخوان يفرغون أول بأول، وكل شيء جاهز، والشريط موجود، والكتاب مكتوب وجاهز، فينبغي الإنسان يحرص على المراجعة أول بأول. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.